قالت لي اختو كيفاش ما غنعيطش عليك؟ قال لها انا راه خارجه هنا مع الدراري، انا شويه غنطلع. ما بقاش جا. ولدي شواني على قلبي، ولدي ما عرفتو ميت، ما عرفتو حي. اللي بان لي ولدي الله يجازيه بخير يبلغني، ولدي حتى لا سمعتي نرجع غنموت وليدي بلا بيك. اللي شاف ولا سمع ليش اخبار يعلمني. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. دير راسكم في بلاصتي. السلام عليكم، انا فاطمه الام ديال الطفل طه اللي اختفى من نهار الاثنين في العمر ديالو 14 سنه. شنو كيدير ولدك؟ ولدي تيقرا في السابعه في عبد الله بن ياسين. كيف زعما المستوى اللي كيقرا مزيان؟ لا ضعيف شويه في الدراسه ديالو. كيفاش خرج؟ خرج كان مشى الصباح للمدرسه رجع مع العشيه، قال لاختو بلا ما تعيط عليا انا راه مستعد اجتماعيه ما غاديش يجي. قالت لي اختو كيفاش ما غنعيطش عليك؟ قال لها انا راه خارجه هنا مع الدراري، انا شويه غنطلع. ما بقاش جا، ما كان لا نقاش لا لا، ما كاين لا نقاش لا والو. ولدي عنده علاقه مع واحد الدري تيقرا معاه في مدرسه سميتها طنجه. دخل ولدي هذه الفكره ديال انهم غاديين يحرقوا، وبانهم فهاد لاس ديال 14 عام انفو غيوصلوا للسبريون غتشدهم المدرسه غيشدهم غيعودوا يخلصوهم غيصوبون لهم الوراق هادشي. باش ولدي ولا هاد الهضره كدور عنده في دماغه كيبقى يسول فيا على هاد الموضوع. ودا لطنجانيت وجابوه دارهم، قال لك ما شتوش ما مشاش معايا. قال لي كان غادي معانا وما مشاش معانا. المهم هو نهار اثنين ملي خرج الدراري مشاو نهار السبت، والدري رجع نهار ثلاث صباح. مشيت عنده كنسولو، قال لي ما شتوش انا من نهار السبت مشى معايا للمحطه على اساس انه غيمشي معايا، وما لقاش باش يركب، وما حتى واحد ما خلاه يركب في الكار. قال لي انا ركبت مشيت وهو خليته في المحطه رجع. هو السبت جا هنا والحد الاثنين ما بقاش ليه الاثار. مشى للمدرسه لقى بان الدري ما رجعش، بان الدراري جوج مشاو وما رجعوش. اذا الحق عليهم هذا هو، حيت شي هما واحد في الدراري قال لي بان شافوا شي دري في المحطه، وقال لي انا غادي نلحق على الدراري لطنجة. واش الدري ولدك عمرو جبد معاك الموضوع ديال الحريق؟ لا ما جبدو حتى نهار الجمعه، غير بدا كيقول لي واحد الدري صاحبي باغي يمشي الحراق وهادي، وقال لي الله معايا هذا الموضوع كيدور. وخاسمت عليه قلت ليه لا راه كيموتوا في البحر، راه كيوقع انت شوف هاد الناس اللي غرقوا. ما بقاش بقيت سمعت لي انا التخبار، ما فهمتش ملي خرج زعما شافوا شي واحد سولتو عليه شنو درتو؟ ما شافوا حتى حد اخر من اللي شافوا تيقول لك شفتو راكب في 97 مشى للمدرسه، نزل حدا الخيريه، نزل من تما ما شافوش، ما كاينش اللي شافوا. يعني حتى الدراري اللي كيعرف المجموعه جوج مشيت عندهم قال لك ما شناش من نهار السبت ملي كان ما بقيناش شفناه. حتى المدرسه معاه؟ لا ما مشاش لها، مشيت انا للمدرسه وعاودت بان ما مشاش للمدرسه. مشيت عند البوليس؟ مشيت عند البوليس ديكلاريت نهار ثلاث. ما عطاني حتى حد شي خبار عليه. كان واحد الامل بان يقدر الا كان هنا في كازا انه ضروري ما يقدرش ما يمشيش يتفرج في الراجا. هو مبلي بالكره مبلي بالراجا. مشاو الدراري نهار كانت لعبه الجمعه لعبه الراجا في التيران، مشاو الدراري قلبوا واحد خصوصا في ديك الزونه ديال ايكس هوايا. ما لقاوش في التيران، ما كاينش حسو، قلبوا عليه. مشاو الدراري على قبلوا من هنا وقلبوا عليه في التيران ما لقاوش. يعني هو عزيز عليه الراجل. زعما ما يقدرش ما يتفرجش في الراجا، وخصوصا هنا في كازا ما يقدرش. يعني هو كيديبلاصا كيديو يمشي مع الدراري من هنا كيديبلاصا يتفرج في الراجا. يعني كان عندي واحد الامل انه غيلقاو الدراري في التيران، ما لقاوش. الناس اللي مشاو للتيران قلبوا عليه، والناس اللي اديري معاهم قلبوا عليه ما لقاوش. ولدك خوالك انت؟ ولدي شواني على قلبي، ولدي ما عرفته ميت، ما عرفته حي. اللي بان لي ولدي الله يجازيه بخير يبلغني، ولدي حتى لا سمعتي نرجع غنموت وليدي بلا بيك. هو الصغير في بلادي، يلا داري لي عملية حيت لي الحلاقم ديالو. يعني الدري خارج تمريض ماشي صحيح، ماشي كدير هو في الطبع ديالو؟ دريم
ماشي مية مية بزاف وتقيل يعني ما شويش المشاكل ما فيه صداع باغي غير ياكل يمشي المدرسة يجي ينعس الكورة فقط يعني ما عنده ما عمره ما دار لي زعما قبيح ولا عنده مشاكل ولا يعني هو مازال قاصر يقدر شي واحد يلعب ليه بعقله هادشي اللي هذا هو الاحتمال اللي بقى ليا حيت انا مشيت لطنجة مشيت للقصر الكبير الصغير مشيت جيت لمرسى ما خليت صورت الحراقة الجندارم قلبت على الناس اللي رادينهم ما كاينش اللي قال لي بانه اصلا شافو ما عرفتش واش وصل ولا ما وصلش العلم لله واش ما عرفتش واستدعى لي شي حد ما عرفتش مابقيتش فهمت والو واجي ولدك حدايا ضروري خاصني ولدي ضروري الدار خواتي ليا هو اللي معايا خوتو كل شيء ما كاينينش معايا هو اللي معايا هو اختو كلشي العائله كلشي تمشكل كلشي كيقلب كل واحد وفين كيقلب باش قلب شوف البلايص اللي كيكون قلبنا ما خلينا محطه السبيطار هنا في هذه المجموعه اربعه جوج المسيره ما خلينا الحي المحمدي يعني كان عندي احتمال انه يكون هبط عند عمامو الحي المحمدي تم عمامو كيقلبوا دابا ما كاينش الاثر قال لك ما شفناهش كاع ما جاش ما وصلش عندنا قلتي لي هو من بلي ما والو شنو خرج لابس شي واحد لابس جاكيطه زرقاء وسروال ديال السيرفيت في الكري وسبرديل النايك طالعه فيها الاحمر وزرق هادشي هو اللي مشى لابس يعني ما كاين زعما يكون مشى عند شي واحد عطاه فلوس من العائله ولا شي لا 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 ما شافوش لا ما كاينش اللي شافو الا كان كيتفرج في الفيديو هذا شنو تقول لي كنقول له ولدي رجع لداركم الزنقة ما فيها ترباح راه فيها التشرد وليدي رجع لداركم ما خاصك حتى حاجه وليدي في داركم رجع لداركم خوتو العائله الجيران كلشي مجموع معاك كلشي الناس هما معايا الناس كلشي معايا وتا الدراري يعني في الدار كلشي كلشي كيقلب لاحوا في الجروبات لاحوا في الفيسبوك لاحوا كلشي الناس مساندين وكيقلبوا معايا حيت عارفين الدري ماشي تاع الزنقه ما يقدرش انا قلت يعني يومين ثلاث ايام غادي يقهروا الجوع والبرد وغيجي ما بقاش بيت لي اثار ما شي واحد ما طاحش لطنجه يشوف الله يسلمك طلعت مشيت انا لطنجه مشيت البارح لطنجه قلبت ما لقيتش مشيت للقصر الصغير مشيت لطنجه مشيت لواحد البلاصه تيقول لها الحومه تما في القصر حدا المرسى ما كاينش قلبت المرسى سولت الحراقه سولت الجندار بومبيا كلشي ما لقيتوش ما كاينش كنتمنوا ان شاء الله يبان لولدي كل الصوره ديالو هي الصوره ديال ولدي شحال قلتي عنده 14 عام راه غليظ شويه وقصير يعني اللي شافو قدر ما يعطيش 14 عام لا غليظ وقصير ولكن وجهو ديال 14 عام كيبانش كبير بزاف هذه هي الصوره ديال طه كنتمنوا الله يجازيكم بخير اللي شاف ولا سمع لي شي خبر يعلمني الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين ندير راسكم في بلاصتي قلبي تشوى على ولدي